إبراهيم عمر مراسل أون سبورت من مقر معسكر أو مقر المنتخب الوطني، كمان معايا أيمن مصطفى من مقر الكونغو الديمقراطية، ومعايا مجدي الشربيني من محيط استاد القاهرة. خلينا نروح لإبراهيم عمر. مساء الخير عليك إبراهيم، إيه آخر الأخبار؟ طمنا على منتخبنا الوطني. مساء الخير عليك يا أميرة، ومساء الخير على كل مشاهدي أون سبورت في كل مكان. يمكن احنا متواجدين دلوقتي داخل مقر إقامة منتخبنا الوطني. لو هكلمك على بداية اليوم النهاردة، بداية يوم منتخبنا الوطني واللعيبة بدأوا من الساعة 10 الصبح كان ميعاد الفطار، وهرتب لك مواعيد منتخبنا النهاردة. يعني النهاردة الساعة 10 الفطار، الساعة 2 هيكون الغداء، هيكون في محاضرة قبل الذهاب لاستاد القاهرة إن شاء الله، محاضرة أخيرة مصر جيري مع اللاعبين، وهيكون التحرك من فندق الإقامة لاستاد القاهرة هيكون الساعة 7:30 إن شاء الله قبل الماتش بحوالي 2:30. يمكن لو أكلمك عن الأجواء هنا، الأجواء هنا اللعيبة مركزة جدا، زي بنتكلم وزي بنقول اللعيبة عايزة تعوض المباراة الأولى. المباراة الأولى طلعنا بالثلاث نقاط وكسبنا المباراة الافتتاحية، ودي حاجة كويسة جدا، لكن اللعيبة محتاجة اللي هي تعوض الشكل والأداء. اللعيبة نفسها من كلامهم مع بعض ومن كلامهم معانا عايزين يرجعوا بالمباراة بمكسب كويس، بشكل كويس، بسكور، يعني عايزين يبقى في تهديف وفي في سكور، الجمهور يكون فرحان بشكل المنتخب وبأدائه وبطبع بالفوز، وايضا حسم التأهل من دوري المجموعات وحسم البقاء في القاهرة. يعني دي برضو نقطة مهمة جدا بيلعب عليها اللعيبة والجهاز الفني، ان المنتخب يبقى اول مجموعته ويكمل باقي مبارياته هنا في استاد القاهره. طبعا استاد القاهره يعني بما يحمله من معاني كثيره جدا، من تواجد اكثر من 80 او 90 الف، يعني دايما نقول على استاد القاهره بيكون 100 الف موجودين في ملعب استاد القاهره من مشجعين، لكن اللعيبه بتطلب من الجمهور ان هم يفضلوا مشجعين 90 دقيقه، بيشجعوا 90 دقيقه، عايزين يسمعوا صوت الجمهور. الجمهور ما يقعدش يتفرج بس، لا، يسمعوا هتاف ويسمعوا تشجيع اللعيبه، يفوقوا اللعيبه في الملعب. ده طبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني اللعيبه بتحتاجها في الملعب. في فترات من المباراه ممكن الريتم بيقع شويه، بيبقى محتاج اللاعب في الملعب، بيبقى محتاج الجمهور ان هو يفوقه. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا في مقر الاقامه. العوده ليك اميره، تفضلي. شكرا ابراهيم عمر من مقر منتخبنا الوطني. خلينا نروح لايمن مصطفى مراسل اون سبورت من مقر منتخب الكونغو. مساء الخير عليك يا ايمن، وايه اخر الاخبار وايه استعدادات الكونغو الديمقراطيه لمباراتها النهارده امام منتخبنا الوطني؟ تحياتي ليكي يا زميلة أميرة جمال، وتحياتي لكل مشاهدي أون سبورت في كل مكان. وتاني أول أيام الجولة الثانية من كان 2019 هنا من مقر إقامة المنتخب الكونغولي قبل لقائه أمام منتخبنا الوطني. يمكن منتخب الكونغو النهاردة استيقظ في تمام الساعة 8، تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام 9. من المفترض أن يكون في وجبة خفيفة، يعني ما يسمى بسناك في الثانية ظهرا، ثم في الساعة 6 الوجبة الرئيسية، وجبة الغداء، ثم يعقبها التوجه نحو استاد القاهرة اللي بيبعد عن مقر إقامة المنتخب الكونغولي يعني 15 دقيقة على أقصى التقدير. يمكن منتخب الكونغو بيدخل لقاء اليوم وهو في حاجة ماسة إلى على أقل التقدير التعادل في لقاء اليوم، لأن يعني هزيمته بتعني بنسبة كبيرة جدا خروجه، يا إما هيحتاج الفوز في اللقاء الأخير أمام منتخب زيمبابوي، ويحتاج معجزة بقى من المجموعات الثانية عشان يتأهل كأفضل توالت. يمكن احكي لك على موقف سريع جدا بيؤكد حاله التركيز الشديده اللي موجوده هنا في معسكر المنتخب الكونغولي. عزيز موكوكولو مدير المنتخب الكونغولي بمجرد ما شاف كاميرات وشاف اعلاميين توجه الى اداره الاوتيل اللي احنا موجودين فيه هنا، طالبهم ان ما يبقاش فيه اي تواجد لاي اعلاميين او اي كاميرات تماما، لكن طلبت من اداره الفندق ان تدينا فرصه نتواصل معاه، وبالعافيه يعني اقنعناه ان احنا نبقى موجودين لتصوير، مجرد تصوير لنا، يعني مش عايز اي تواصل مع اي لاعبين، مش عايز اي كلام ولا لقاءات ولا اي شيء. وده يدل على حاله التركيز الشديده جدا اللي موجوده في معسكر المنتخب الكونغولي. فلورين ايبينج المدير الفني من المفترض ان هو هيعقد اجتماع مع اللاعبين عقب الوجبه الخفيفه اللي اتكلمت عنها في تمام الساعه 2 عشان يعلن التشكيل الاساسي والتعليمات الاخيره قبل لقاء اليوم. يمكن تدريب المنتخب الكونغولي الاخير كان على ملعب استاد المقاولين العرب في تمام الساعه 7 بالامس، كان في تركيز شديد جدا على الجهه اليسرى للمنتخب الكونغولي واستغلال الجهه اليمنى للمنتخب الوطني
الله مش هقول ضعيفه بعض الشيء، لكنها جابها بتمتاز بالقوه الهجوميه لوجود محمد صلاح اللي يعني ما بيأديش الواجبات الهجوميه الدفاعيه بشكل كبير جدا، بنعتمد على ان طارق حامد او النني واحد من الاثنين بيغطي مكانه، وعبد الله السعيد بينزل مكانه واحد من الاثنين طارق حامد او النني. فكانت تعليمات فلورين امبنج لمسواكو ظهير ايسر ويست هام يونايتد ويانيك بولاسي نجم الفريق ولاعب نادي ايفرتون الانجليزي باستغلال هذه الجبهه، وكان في تدريبات خاصه جدا للاثنين وجلسه خاصه من فلورين امبنج مع الاثنين لعيبه يعني محاوله استغلال الجبهه اليمنى لمنتخبنا الوطني. دي كانت اهم اخبارنا وكواليسنا هنا من مقر اقامه المنتخب الكونغولي، وبالتاكيد العوده ليكي الزميله اميره جمال مره ثانيه، تفضلي.